هنتكلم بقى على النوع الثالث من انواع الكلاينتس اللي هو البوب 3 كلاينت. بوب 3 اختصار بوست اوفيس بروتوكول فيرجن 3. ماشي. البوب 3 كلاينت يختلف عن المابي كلاينت. يختلف عن المابي كلاينت في ايه بقى؟ اولا البروفايل اللي حضرتك هتظبطه بوب 3، الراجل هيخش بوب 3 هيعمل ايه؟ اول ما يكون نكت على الميل بوكس بتاعه اللي موجود على السيرفر هيبدا يداونلود الايميلات يحطها عنده في دوت بي اس تي فايل. يعني البوب 3 بيشتغل على دوت بي اس تي فايل. بمعنى ايه؟ انا ايميلاتي لما كانت موجوده على السيرفر كانت موجوده في ستور، صح؟ في ميل بوكس داتابيز دوت ايه؟ دوت اي دي بي، صح؟ فكان الكلاينت بيكونكت من اي حته يقدر يشوف ايميلاته لانها موجوده على السيرفر. دلوقتي الوضع مختلف. دلوقتي الكلاينت لما يظبط بروفايل نوعه بوب 3 على الجهاز بتاعه هيبدا يكونكت على السيرفر ويداونلود الايميلات. يحطها فين؟ يحطها في الهواء، لازم يخزنها في مكان، فبيخزنها في حاجه اسمها دوت بي اس تي فايل. دوت بي اس تي فايل، ماشي. لما نخش على الكلاينت مع بعض، نخش مثلا ايمن محسن، لو دخلت جوه البروفايل بتاع ايمن محسن اللي موجود في دوكيومنتس اند سيتنجز، ادي الفولدر بتاع ايمن محسن فين. لو دخلت جوه اللوكال سيتنجز ابلكيشن داتا مايكروسوفت هتلاقي فيه فولدر اسمه اوتلوك، شايفه؟ جوه الاوتلوك لو ايمن محسن مظبط البروفايل بتاعه بوب 3 ها هيكريت هنا ملف اسمه اوتلوك دوت بي اس تي، هو ده اللي يسحب الايميلات من على السيرفر يحطها جوه منه. مهمه جدا، خلي بالك لو انت مظبط الناس اللي عندك في الشركه بوب 3 ها، واحد جهازه ضرب، الويندوز بتاعه ضرب، لازم باي طريقه باي شكل تاكسس الملف اللي اسمه اوتلوك دوت بي اس تي وتاخد منه كوبي. انت ممكن تخليه على دي، ممكن تعمله باك اب على الاي، ممكن تخليه في اي حته، فاهم الفكره؟ وما فيها ان ايميلات الناس لما كانت عندي على السيرفر كنت بقدر اعمل لها باك اب، لو ايميلات ضاعت اقدر اعمل لها ريستور، انما دلوقتي ايميلات الناس موجوده على اللوكال ماشينز بتاعتهم. طبعا حاجه كريتيكال، صح؟ فدايما انت بتنصح الناس ان هو ياخد كوبي من الملف اللي هو البي اس تي فايل دهوت، بس لازم يكون اوتلوك مقفول، تمام؟ ياخد منه كوبي ويرميه على الهوم فولدر بتاعه اللي موجود على السيرفر، علشان لو لا قدر الله الويندوز ضرب ولا حاجه واضطريت ان انا افرمت السي اقدر ان انا ارجع الايميلات دي تاني. يعني هوريك ازاي ان انا بعد ما اخد كوبي من الدوت بي اس تي فايل دهوت والويندوز يضرب اقدر ارجع ايميلات الراجل. دي بسيطه، بس لازم اصلا يكون عندك كوبي. البوب 3 مش بس مشكلته في الحته اللي انا بقول عليها دي، البوب 3 مش بس مشكلته ان الايميلات بتاعه اليوزر موجوده على اللوكال ماشين، لا ده عنده مشكلتين مهمين جدا. المشكله الاولانيه ان هو ما بيشوفش الجلوبال ادرس ليست. يعني لو عايز يبعت بقى اي ايميل لحد المفترض ان هو يكتب ايه؟ يكتب بايده الايميل ادرس بتاعه، ماشي. الحاجه الثانيه ما بيشوفش البابليك فولدرز، ما بيشوفش البابليك فولدرز. يبقى الفرق كده ما بين المابي والبوب 3 ان المابي كلاينت ايميلاته موجوده على السيرفر نمبر 1، نمبر 2 بيقدر يشوف الجلوبال ادرس ليست ودي حاجه مهمه جدا، نمبر 3 ها بيقدر يشوف البابليك فولدرز. اما البوب 3 كلاينت ايميلاته موجوده على اللوكال ماشين جوه البروفايل بتاعه جوه ملف اسمه بي اس تي فايل، جوه ملف دوت بي اس تي فايل. نمبر 2 ما بيشوفش الجلوبال ادرس ليست، نمبر 3 ها ما بيشوفش البابليك فولدرز. صعب الكلام؟ طيب البوب 3 سيرفيس بتبقى باي ديفولت ديسيبلد على الاكستشينج. يعني انا دلوقتي ما اقدرش اظبط اي بوب 3 بروفايل الا لو عملت انيبل للسيرفيس دي. يعني لازم ادخل على الاكستشينج باسورد سيرفيسز، هتلاقي هنا مايكروسوفت اكستشينج بوب 3، هتلاقي الديفولت بتاعها ان هي ايه؟ ديسيبلد. هدبل كليك عليها واخليها اوتوماتيك ابلاي ستارت.
يبقى انا كده بعمل ايه؟ ها كده بسمح للناس ان هي تظبط البروفايلز بتاعتها بوب 3. وانس ان انا عملت انيبل للسيرفيس، يبقى اذا انا بسمح لليوزرز ان هم يظبطوا البروفايل بتاعهم بوب 3. ماشي، هقول له اوكي بعد كده وارجع تاني عند الكلاينت وابدا اقول له ايه بقى. كنترول بانل ميل شو بروفايلز، اقول له انا عايز اكريت انذر بروفايل، بس تعالوا نتاكد اصلا ان ايمن محسن عنده ايميلات. ايمن محسن عنده ها ايميل جاي له من محمد طلبه اسمه تيست، صح؟ معاه سايند باي ام طلبه، وعنده هنا شويه حاجات محترمه في الديليتد ايتمز احنا ممكن ندلتهم. سنت ايتمز عباره ايه؟ اللي بالك السنت ايتمز دي هنستك فيها جامد قوي، عنده واحده في السنت ايتمز. ماشي، المهم ان هو عنده ايه، ايميل جاي له من محمد طلبه اسمه تيست، صح؟ طيب هفتح الميل بوكس بتاع ايمن محسن من خلال الاو اتش تي تي بي اس نقطتين سلاش سلاش او دوت اي بي سي دوت لوكال سلاش او اي محسن باسورد ايمن محسن لقى عنده في الميل بوكس بتاعه ها مسج جاياله من محمد طلبه. صعب الكلام لحد دلوقتي؟ في اي مشكله؟ هنمينيمايز الانترفيس ده ونيجي على اوتلوك هنا ونقفله وندخل في الكنترول بانل ميل شو بروفايلز، هقول له انا عايز اد بروفايل جديد اسمه ايمن محسن بوب 3 اكونت. معايا كده؟ حلو. مانيوال نكست. احنا كنا بنختار مايكروسوفت اكستشينج لما كنا ايه، ها مابي. دلوقتي انا هقول له ايه، هقول له انترنت ايميل. المره دي هقول له انترنت ايميل نكست. بص بقى، يور نيم ايمن محسن، الايميل ادرس بتاعك اي محسن ات اي بي سي دوت لوك، الاكونت تايب بوب 3. قول لي بقى مين هو الانكومنج ميل سيرفر ومين هو الاوت جوينج ميل سيرفر. الانكومنج ميل سيرفر ميل 1.abc.local، صح؟ وهو نفسه الاوت جوينج ميل سيرفر. خلي بالك عشان الكونفيجريشن دي هتتغير لما نيجي نكونكت من البيت، لما تيجي تظبط البوب 3 اكونت على المكنه اللي في البيت الوضع هيكون مختلف. هنا هتكتب الايه؟ النيم اللي انت ريجستر دي بيه بره او الريال اي بي بتاع الايزا، وتكون مببلش البوب 3 من ورا الايزا. معايا كده؟ طيب. لا البوب 3، البوب 3 اكونت دي قصه ثانيه خالص. انا لما اجي اسند بسند بالاس ام تي بي دي معروفه. بورد 25. البوب 3 هنا دي معناها ايه؟ ان الاكونت بتاعي وانس ان انا كونكتد على وانس ان انا كونكتد على الاكستشينج سيرفر ابدا اداونلود الايميلات احطها في بي اس تي فايل عندي. ماشي؟ طيب الباسورد بقى بتاعتي ايه؟ باسورد. ماشي؟
طيب ركز معايا بقى في مور سيتنجز دي. مور سيتنجز دي معناها ايه؟ ها سيتنجز اضافيه صح. تعالى هنا في الادفانسد هتلاقي ان البورت نمبر بتاع البوب 3 هو 110، ده الستاندرد بوب 3، ده نوت سكيورد. يبقى كده انا لما بكونكت الترافيك ما بيني وما بين الاكستشينج سيرفر غير مشفره، الايميلات اللي انا بعمل لها داونلود من السيرفر ها ماشيه في السلك غير مشفره. مفهوم الكلام؟ حلو. في اوبشن تاني هنا اسمه ليف ا كوبي اوف مسجز اون ذا سيرفر، دي معناها ايه؟ ها اداونلود الايميلات احطها عندي على بي اس تي فايل بالاضافه النسخه تكون موجوده على السيرفر. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ يبقى انا كده حليت مشكله ان الكلاينت محتفظ بايميلاته عنده، مفهوم؟ بس كده انا عملت ايه؟ ها دوبليكيت. دوبليكيت ازاي؟ ان بقى في نسخه من الايميلات موجوده عند الكلاينت ونسخه موجوده على السيرفر، وهنشوف الدوبليكيت ده هيسبب لي مشاكل ازاي. ماشي. طيب انا ممكن اقول له ايه؟ ها ريموف فروم ذا سيرفر افتر 10 دايز، يعني خلي نسخه من الايميلات موجوده على السيرفر ها واي ايميلات بقى لها 10 ايام موجوده على السيرفر دلتها. ماشي. ممكن اقول له ريموف فروم سيرفر وين ديليتد فروم ديليتد ايتمز. معايا كده؟ يعني لو انا ها دلت حاجه من عندي دلتها من على السيرفر، هنلاقي ان الديفولت بورت اللي بكلم عليه البوب 3 سيرفر هو 110، انما احنا كنا عاملين ايه؟ كنا عاملين سيرتيفيكت. السيرتيفيكت دي كانت فاليد على كل الايه؟ كل الكونكشنز اللي هتتم مع السيرفر. تمام. فلازم اقول له this server requires an encrypted connection SSL. معايا كده؟ وانس ان انا علمت على التشيك بوكس ده هيغير لي البورت نمبر لكام؟ 995. فلما تيجي حضرتك بقى تبلش البوب 3 من ورا الايزا، يا اما هتبلشه ب 110 يا اما هتبلشه ب 995. مفهوم كده ولا؟ هقول له اوكي وابدا اقول له تيست اكونت سيتنجز. هيبدا يقول لي ايه؟ خلاص انا كده عملت لوجن على السيرفر وكمان بعت لك تيست ايميل مسج. هروح قايل له شكرا نكست فينش كلوز سند وريسيف. وانس بقى ان حضرتك عملت سند اند ريسيف هتلاقي الايميلات كلها نزلت. فين الايميلات؟ الايميلات كلها طارت صح؟ معايا؟ لو انا رحت بقى دلوقتي على القوة هتلاقي الايميلات كلها طارت. راحت فين؟ اتحولت من السيرفر، اتحولت من السيرفر لبي اس تي فايل موجود جوه البروفايل بتاع ايمن محسن. معايا؟ اهو تعالى نشوف الكلام ده. لو انا دلوقتي دخلت ماي كمبيوتر سي دوكيمنتس اند سيتنجز ايه محسن لوكال سيتنجز ابلكيشن داتا مايكروسوفت اوتلوك، هتلاقي ان الراجل الكريت له هنا اوتلوك دوت بي اس تي فايل. اوتلوك دوت بي اس تي فايل. اي ايميلات حضرتك هتجي لك على السيرفر ايه اللي هيحصل؟ وانس انك كونكتد على السيرفر تبدا تداونلود الايميلات. وانس انك عملت كونكت على السيرفر هتبدا تداونلود هذه الايميلات وتحطها في البي اس تي فايل ده. صعب الكلام؟ في اي مشكله؟ طيب انا ممكن من جوه البروفايل بتاعي لو انا دخلت في تولز اكونت سيتنجز ها هتلاقي هنا في حاجه اسمها داتا فايلز. ايه الداتا فايلز؟ الباث بتاع الداتا فايل فين؟ ايه هو الداتا فايل؟ هو البي اس تي فايل. بص بيرسونال فولدر هو اسمه outlook.bst موجود في documents and settings ايه محسن local settings application data microsoft outlook وهكذا. ممكن دبل كليك عليه كده وتحط عليه باسورد، حط على البي اس تي فايل بتاعك ده باسورد. مفهوم؟ انا ممكن اغيره اخليه ايه؟ ها ايمن محسن ميلز apply اوكي كلوز. ديفولت نيم بتاعه بيكون اسمه بيرسونال فولدر، دلوقتي بقى ايه؟ اسمه ايمن محسن ميلز. يمكن انك تحط باسورد. مفهوم الكلام ولا صعب؟ في اي مشكله لحد دلوقتي؟ طيب مشكله الراجل ده ايه بقى؟ المشكله الاولانيه ان هو يحتاج ان هو يعمل ايه؟ باك اب لنفسه.
انا مش معقول هعدي على يوزر يوزر من اللي مظبطين بوب 3 اقعد اكوبي الايه البي اس تي فايل احطه في حته. لا، هو بقى يعمل كوبي لنفسه. انا ممكن اساعد اليوزر ان انا سكادول باك اب للبي اس تي فايل بتاعه، بس ازاي؟ لو هو حطه لي في سنترال لوكيشن اكون انا شايف، اقدر اسكادول الباك اب ده بالليل مثلا على ايه؟ على الهوم فولدر بتاعه. طب ليه ما يحطوش في البابليك؟ ما ينفعش احطه في البابليك فولدر، البابليك ده بيبقى فولدر ريليتد بالاداره. هنا البابليك فولدر مش بتاع الاكستشينج، انا قصدي البابليك فولدر بتاع الاداره اللي موجود على الفايل سيرفر. مفهوم كده؟ الايه؟ اللي اداره الاي تي واخده بيرميشن عليه. مفهوم كده؟ يبقى اذا لو ايمن محسن اللي هو الراجل الاي تي ده، او مثلا اي واحد من الاتش ار او اي واحد من السيلز او اي واحد من الماركتنج حط لي البي اس تي فايل بتاعه ها جوه البابليك فولدر بتاع الاداره، كده كل الناس هتشوفه، فاي حد ممكن ياخده عنده على الجهاز ويفتحه بالايه؟ بالاوتلوك، صح؟ فانا عايز اخلي ايمن محسن او غير ايمن محسن يحط لي البي اس تي فايل بتاعه جوه الهوم فولدر بتاعه، لان الهوم فولدر بتاع اليوزر ما حدش واخد بيرميشن عليه غير اليوزر نفسه. معايا ولا ايه؟ فانا اعلم ايمن كده، اقول له يا ايمن، لو ايمن ما يعرفش يعني، يا ايمن ها من فضلك اقفل الاوتلوك، لازم تكون قافل الاوتلوك، لو ايمن جه هنا ياخد كوبي من الملف ده، لو ايمن جه ياخد كوبي من الملف ده قال له كوبي وراح يعمل له باست في حته ثانيه، هيقول له الفايل ده هوت ان يوز. معايا؟ فعلم ايمن كده، اقول له يا ايمن وانت مروح او كل فتره زمنيه محدده وليكن كل اسبوع مثلا، اعمل ايه؟ ها اقفل الاوتلوك بتاعك وخد كوبي من الملف ده حطه لي في الهوم فولدر بتاعك، علشان انا كل اسبوع بسكادول باك اب ان هو ايه؟ يباك اب الهوم فولدرز بتاعت الناس. فكده ايمن محسن بقى لو البروفايل بتاعه ضرب او الويندوز ضرب، احتجت ان انا فورمات سي، اقدر اجيب له البي اس تي فايل بتاعه. هبص لو انت دخلت عندي هنا بص الكان ميلز ايميلز دوت بي اس تي، دي الايميلات بتاعتي ايام ما كنت شغال في الكان، حجمها 136 ميجا. انا ممكن اخد الايميلات دي وافتحها على الاوتلوك، صح؟ يبقى ايه ميزه ان انت يبقى عندك بوب 3 بروفايل؟ ميزه ان انت يبقى عندك بوب 3 بروفايل انك انت واخد نسخه من ايميلاتك، صح؟ انت ممكن تليفها كوبي على السيرفر، ماشي، بس لو انا سبت الشركه ومشيت اول حاجه الاي تي هيعملها ان هو هيديسيبل الاكونت بتاعي، فمش هعرف اخش حتى من بره من خلال اوا. طب الايميلات القديمه دي انا عايزها، فبظبط لنفسي بوب 3 اكونت بحيث ان انا اليفا كوبي على السيرفر، في نفس الوقت يبقى عندي داتا فايل عباره عن نسخه من ايميلاتي اللي موجوده على السيرفر. ماشي؟ لا مابي، لا مابي، الايميلات بتاعت الراجل موجوده على السيرفر، يمكن انك انت تاخد لقطه وانت اوف لاين اللي هي الايه الكاشنج كاش مود، ماشي، اللي هي الدوت او اس تي فايل معايا، بحيث ان انت لو مش كونكتد على السيرفر تبقى شايف ايميلاتك معايا، بس انما ما بتعملش داونلود للايميلات تحطها عندك، بس تعمل لها اكسبورت للاو اس تي فايل. ماشي ممكن معايا، بس انا المابي الطبيعي انك انت ايه بتبقى مظبط الجهاز بتاعك في الشغل ان هو مابي، انا سبت الشغل ومشيت فهجيب منين الاو اس تي فايل؟ ماشي، ده لو انا معايا لابتوب، فرضنا ان هو موظف معهوش لابتوب، موظف معهوش لابتوب هتبقى مشكله بالنسبه له، المشكله هيخرج ازاي بالبي اس تي فايل من الشركه؟ بس يخرج يا عم، يحطه على فلاشايه. هو فين الفلاشه المفتوحه؟ ماشي، يعني لو مفتوح يحطه على سي دي هاي، يحطه جوه اي فولدر كده ويكلم الاي تي ويقول له انا عايز الداتا دي مهمه على دي في دي. ايه؟ هيدفع فلوس؟ ادفع فلوس عشان يعدي. ماشي؟ انا بتكلم على اليوزر العادي، انما طبعا لو انت راجل اي تي ومعكش لابتوب مثلا، تمام؟ اي تي المفترض ان هو طبعا له بيرميشن ان هو ياكسس كل حاجه، فالطبيعي ان هو هياخد ايميلاته كلها وهو ماشي، يعني انا في الكان مثلا خدت ايميلاتي كلها وانا ماشي، طبعا ما حدش يعرف ان انا خدت ايميلاتي وانا ماشي. انا جيميل بس انا خدتها. انا جيميل عندي بسحبهم ازاي يعني؟ مظبط ان الجيميل يسحب الايميلات بتاعت السيرفر بتاعي. بوب 3 دخلت الصبح فتحت المكتب،
وهي ولاد الشركه كلها عامل لها 5 اكونت 20. فانا معايا ولاد الشركه 100 100. انت راجل جامد ماشي. ركزوا معايا بقى، ركزوا معايا في الحته دي. مشكله بقى الراجل بوب 3 اكونت ايه؟ خلي بالك كمان من حاجه، مش لازم السيناريو اللي انا بحكي عليه ده هو اللي يكون فاليد. يعني مش لازم، ثواني يا طلبه، يعني مش لازم ان انا اكون بامن نفسي. يعني انا بظبط بوب 3 اكونت عشان امن نفسي لو مشيت يبقى الايميلات معايا؟ لا مش شرط. انا ممكن اصلا الاورجنايزيشن بوليسي بتاعتي تقول ان كل الناس اللي عندي نوعهم يبقى بوب 3. ليه؟ ما عنديش ستورج كافي على الهارد ديسك بتاع الاكستشينج، ما عنديش ستورج على الهارد ديسك بتاع الاكستشينج، ما عنديش مساحات. فيا اما اعمل للناس كوتا صغيره معايا كل واحد وليكن مثلا 100 ميجا، فاهم؟ والناس بقى تستحمل النكد ده ان كل شويه بقى يطلع لهم الايه؟ ها؟ كل شويه يطلع لهم الورن ده هو يقول لهم ايه؟ فضوا فضوا، صح؟ لا، يا اما انا اظبط الناس تبقى بوب 3 اكونت، عيش يا عم ما فيش كوتا ولا بتاع معايا كده، بس ايميلاتك موجوده عندك على الهارد ديسك انت مسؤول عنها. يعني انا جالي مدير من ضمن المديرين لما طبقت كوتا قال لي انا ماليش دعوه بالكلام ده. يعني ايه مالكش دعوه؟ قال لي انا الايميلات بتاعتي كتير وكلها مهمه ومش عارف ادلت حاجه. طب اعمل ايه طيب؟ يعني ما انا ما اقدرش اخترق الكومباني بوليسي. اتصرف. حاضر يا باشا هتصرف تحت امرك. دلت الاكونت المابي بتاعه، دلت البروفايل المابي بتاعه، ظبط له بوب 3 اكونت، موف ايميلاته كلها اللي موجوده على السيرفر على البي اس تي فايل ده. عيش حياتك، عيش حياتك. ايه؟ انا فهمته الريسك، قلت له انت كده مالكش كود براحتك، بس انت مسؤول عن الملف ده. تاخد منه كوبي بقى تحطه على دي في دي، تاخد منه كوبي تحطه على الهوم وانا اعمل لك باك اب، ايا كان انا مش مسؤول. ماشي؟ هو راضي بكده خلاص، هو راضي بكده خلاص، فاهم؟ فوارد جدا ان انا ما يكونش عندي مساحات على الهارد ديسك بتاع الاكستشينج. فهذا يترتب عليه ان انت لازم تظبط الاكونتس بتاعتك كلهم يبقوا بوب 3. يعني مش شرط ان انت تكون بتامن نفسك. طب والماكسيمم سايز للبي اس تي كام؟ المفترض اي ملف الماكسيمم سايز بتاعه ما يزيدش عن 2 جيجا. ماشي؟ عشان كده بيعملوا حاجه اسمها اوتو اركايفنج على اوتلوك. ايه الاوتو اركايفنج ده؟ لما مساحه الملف اللي هو البي اس تي فايل يكبر قوي، تمام، بيبدا الاوتلوك يطلع لك مسج يقول لك تحب ان انا اعمل اوتو اركايفنج. اوتو اركايفنج ازاي؟ يعني يكريت لك انذر بي اس تي فايل اسمه اركايف دوت بي اس تي، يموف لك الايميلات القديمه عليه بناء عن ايه؟ ها؟ كرياتيريا انت هتديها له. قول له موف لي مثلا اللي بقى لهم اكتر من شهر مثلا، فيبدا يحطهم لك على الايه؟ الاركايف. بس ده بيقرفني بقى. يقرفك ليه كاي تي؟ لما تيجي تفتح البروفايل بتاع اليوزر تحديدا الاوتلوك فولدر بتلاقي 500,000 بي اس تي فايل. بتجيبها منين؟ تولز اوبشنز اذر اوتو اركايف مانجز ميل بوكس سايز باي ديليتنج اولد ايتيمز اور موفينج ذيم تو ان اركايف فايل. اركايف فايل هو عباره عن ايه؟ بي اس تي فايل. معايا كده؟ ها؟ اهو اوتو اركايف ران اوتو اركايف افري 14 دايز، ده الديفولت بتاعه. يو كان انك انت تشيل التشيك بوكس ده. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ بس طبعا اليوزر هيبقى له بيرميشن ويحطه تاني. فانا دايما بنصح اليوزر اقول له لو جالك المسج بتاعت الاوتو اركايف اتصل بيا ما تعملش حاجه. علشان لما يكلمني اقول له لا ما تعملش كده. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ طيب. ايه مشكلة البوب 3 اكونت بقى؟ مشكلة البوب 3 اكونت تتلخص في حاجتين. الحاجة الأولانية الجلوبال ادرس ليست فاضية. ما يقدرش يشوف غير ايه؟ ماي كونتاكتس. ما يقدرش يشوف غير ايه؟ ماي كونتاكتس اللي هو مكريتها على البروفايل بتاعه. معايا كده؟ دي حاجة. الحاجة التانية البابليك فولدرز. لو انا دلوقتي جيت هنا تحت قلت له فولدر ليست مفيش حاجه اسمها بابليك فولدرز. فاكرين البابليك فولدرز؟ دي مشكلته. ماشي؟ الحل ايه بقى علشان اخلي الراجل اللي اسمه ايمن محسن ده هو يشوف الجلوبال ادرس ليست؟ حل ايه؟
بص بقى هعملها ازاي. هلوج اوف واخش مثلا باي اكونت، اي اكونت بس يكون نوعه مابي، يعني راجل يقدر يشوف الجلوبال ادرس ليست. بص بقى الادمنستريتور شايف الجلوبال ادرس ليست بتاعتها صح. بص انا هعمل ايه بقى، هعمل لها سيلكت ليها كلها، هسيلكت كل الريسيبيانتس اللي موجوده في الجلوبال ادرس ليست. حلو كده، ورايت كليك عليها واقول له اد تو كونتاكتس، يعني ابعتها فين؟ لماي كونتاكتس. ابعتها فين؟ لماي كونتاكتس. فلو دخلت بعد كده انا بقى في كونتاكتس هلاقيها موجوده كلها. حلو الكلام؟ حلو. هروح جاي فاتح الفايل واقول له ايه بقى؟ امبورت اند اكسبورت. هقول له امبورت ولا اكسبورت؟ عايز اقول له اكسبورت. اكسبورت تو ا فايل. نيكست. ملفات اكستنشنز بتاعت ملفات. انا هقول له ايه بقى؟ ها الفايل تايب بتاعي دوت بي اس تي. نيكست. خلي بالك هو مشاور على ايه؟ نيكست. هو اوتوماتيكالي هيسيف لك الداتا على ملف اسمه باك اب دوت بي اس تي. يمكن انك انت تبراوز وتسلكت انظر ايه؟ ها؟ انظر لوكيشن. يعني مثلا انا ممكن اجي اقول له ايه؟ ماي كمبيوتر سي كونتاكتس كونتاكتس واروح قايل له اوكي. طيب اوبشنز دي بقى معناها ايه؟ لو لقيت في دوبليكيشن اعمل ايه؟ الاكشن اللي اتخذه؟ ريبليس الدوبليكيتس، الاو دوبليكيت ايتم تو بي كرييتد، دونت اكسبورت دوبليكيت ايتمز. اصلا ده ملف معلوش حاجه خالص. معايا؟ يعني الكلام ده ممكن استفيد بيه ها؟ لو انا بعد كده لو انا بعد كده باكسبورت على نفس الملف، فوقتها انا اقول له ايه؟ دونت اكسبورت دوبليكيت ايتمز. صح؟ مفيش داعي انك انت تاكسبورت الحاجات اللي انت اوريدي خدتها قبل كده. طيب هقول له فينش، هسميها كونتاكتس واقول له اوكي. موجوده فين؟ لو انا دلوقتي قلت له تولز فولدر اوبشنز فيو شو hide extensions for known file types اشيلها، هتلاقي ان الملف اسمه contacts.bst. صعب؟ هاخد بقى الملف ده هوت واروح لمين؟ لصاحبنا بقى اللي هو ايه؟ بوب 3 account. فايل امبورت اند اكسبورت، المره دي بقى امبورت امبورت فروم انذر بروجرام اور فايل. نيكست. هامبورت من بي اس تي فايل. نيكست. هبراوز واجيبه من على السي واقول له نيكست. طبعا هيحطوا لي في الايه؟ في الكونتاكتس. صح؟ امبورت ايتمز into the same folder in ايمن محسن ميلز. يعني ايه؟ يعني بالظبط، يعني الداتا اللي انا جايبها دي انا جايبها من الفولدر اللي اسمه كونتاكتس هناك عند الادمنستريتور. احطها فين بقى؟ احطها في نفس الفولدر اللي يخص ايمن محسن كونتاكتس برضه. او ممكن اعمل له ايه؟ ها سيلكشن على طول. هقول له بقى فينش. جاي لك في الكلام، انا جاي لك في الكلام، انا جاي لك في الكلام دلوقتي.
هقول له ايه بقى بعد كده؟ ركز معايا. هقول له كونتاكتس. شايف؟ يعني معنى ذلك ان ايمن محسن دلوقتي لو عمل ايه بقى؟ لو فتح الجلوبال ادرس ليست، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ زي ما انتم شايفين، لقى كل الدنيا. صح؟ صح؟ طيب اللي انا عايز اقوله بقى دلوقتي، ايمن محسن عايز يبعت نيو ميل مسج، ركز معايا، تو، وعنده الليله. الليله دي جايبها منين؟ دي كونتاكتس. يعني الليله دي هو مش جايبها من الاكتف دايركتوري، صح؟ طيب انا عايز ابعت ميل للادمنستريتور، تو ادمنستريتور، صح؟ اوكي، تيست سند في الاوت بوكس، صح؟ صح؟ could not complete the operation. could not complete the operation. ماشي؟ طب ايه الحل؟ دبل كليك عليه كده، اكتب بايدك administrator at abc.local send. الميل خرج. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك لما بتاكسبورت وتامبورت الكونتاكتس جوه بروفايل معين ملهاش اي لازمه وملهاش اي حل. امال ايه لازمتها؟ لازمتها الوحيده ان اليوزر يعرف الايميل ادرس، انما لما يجي يقول له تو وعمل سيلكشن مش هتشتغل، هتفضل واقفه في الاوت بوكس. لازم تكتبها بايدك. روح بقى بكره عايز اعملها عند الناس. بس دي حاجه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو موظف جديد اتعين دلوقتي، الراجل دهوت ما اعرفش حاجه عنه. لو موظف جديد اتعين دلوقتي، ها، محدش هيعرف حاجه عنه، الراجل ده ما اعرفش حاجه عنه. طب الحل ايه؟ الحل ان انا ارجع تاني، ها، اكسبورت وامبورت. يبقى ايه الوظيفة؟ ايه وظيفتها؟ وظيفتها ان انا اعرف الايميل ادرس بس. بس كده. ايه الحل؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ خلي بالك عشان دي حتة كريتيكال ممكن تحرجك. ممكن مثلا مدير معين تقول له ايه؟ طيب يا عم حاضر، انت عايز الكونتاكتس، تخش مثلا للتشيرمان مثلا، يبقى محتاج الكونتاكتس، لو مظبط بوب 3 اكونت، قول له حاضر واكسبورت وتامبورت، هيتصل بيك في التليفون يقول لك انا كل ما ابعت لواحد الميل بيقف في الاوت بوكس. طب ليه؟ طب مش هتقصد في حاجه. طب سؤال بعد اذنك عشان في نفس الحته، لو انا هعمل لها اكسبورت من على نفس الاكونت ازمات، يعني من على ايه محسن اعمل اكسبورت؟ تمام، يعني بقى ممكن تبقى قصه بريفليج. إيه؟ البوكس يعني مش سبورت. ايه هي عملتها كده؟ البوكس مش سبورت اصلا. عملتها كده؟ هي دي مشكله بتقابلك؟ طب يا باشا معلش يا باشا، انا دلوقتي الكونتكس اللي حضرتك حاطينهم ودوست عليهم رايت كليك من جلوبال ادريس. لا، هو الحل مش زي ما انت بتقول، الحل انك انت تعمل لها اكسبورت على دوت سي اس في فايل. والله العظيم انا بتاعتك بس هي دي، هو ده حلها الوحيد. بالظبط، انك انت تاخد كونتاكت كونتاكت على دوت سي اس في فايل. CSV CSV فايل، مش فاكرين CSVDE؟ CSVDE بتاعت الاكتف دايركتوري اللي كنت بكاري بيها مالتيبل اكونتس، كنت بعمل ايه؟ ها، تكست فايل كنت بعمل له رينيم، اسميه مثلا users.csv،
وكنت بكتب هيدر في الدوت سي اس في فايل دهوت، وابدا ان انا ها اكريت بقى ايه سطر لكل موظف جديد. ومن جوه الكوماند برومبت كنت بنادي على الملف دهوت من خلال الكوماند اللي اسمه سي اس في دي اي، فكريت مالتيبل يوزرز. مش فاكرينه في كورس الاكتيف دايركتوري؟ شرحها في الفيديو انا معايا. هي ملهاش حل غير كده. دي كانت قصه البوب 3 اكاونت. طبعا لسه هناخد مع بعض ازاي بقى ببلشه من ورا الايزن. في مشكله تانية في البوب 3 اكاونت، في مشكله تانية في البوب 3 اكاونت لابد انك انت تكون ملم بيها. ايه هي بقى؟ ان انا دلوقتي لما بعت ميل للادمنستريتور هو راح عندي فين؟ في السنت ايتمز بتاعتي، صح؟ حلو. طب فرضنا يا عم الحاج ان البوب 3 اكاونت انا كنت قايل له ليف ا كوبي اوف مسج، ليف ا كوبي اوف مسج على السيرفر، فكده كل الايميلات اللي هتجيلي هتنزل عندي في البي اس تي فايل بتاعي ونسخه منها موجوده على السيرفر. الايميلات اللي هتجيلي دي انا بشوفها في انهي فولدر؟ في الانبوكس، صح؟ انما الايميلات اللي خارجه من عندي هي بتروح تقعد في السنت ايتمز جوه البي اس تي فايل، انما ما بتروحش في السنت ايتمز اللي موجود على السيرفر. حلها ايه؟ انك انت تحط نفسك بي سي سي، وانت بتبعت تحط نفسك بي سي سي. يعني انا بعت مثلا لادمنستريتور وحطيت نفسي بي سي سي، الادمنستريتور لما توصل له المسج ها ما بيشوفش البي سي سي، هو بيشوف تو سي سي بس. سي سي كوبي، كوبي من المسج يروح لفلان. يعني انا عايز ابعت لليوزرز سي سي المدير بتاعه، بي سي سي انا، فكل الناس لما تجي لها المسج هيشوفوا اللي موجود في الـ2 وفي السي سي، مش هيشوفوا اللي موجود في البي سي سي.